هيحصل لو الدول العربية المنتجة للنفط قررت بكرة الصبح انها تبطل تصدر بترول لأمريكا وتقول لها بالبلدي كده مفيش بترول؟ السؤال ده كان شغلني لفترة طويلة جدا، واظن انه جه على بال كتير منكم قبل كده، وبعضكم يمكن مهتم بمعرفة اجابته. ولكن المفاجأة بقى هي ان اللي شغلوا اجابة السؤال ده اكتر مني ومنك هم الامريكان نفسهم. 9 رؤساء أمريكيين من أول ريتشارد نيكسون لحد دونالد ترامب حاولوا يلاقوا طريقة للتعامل مع السيناريو الكابوسي المتمثل في فرض الدول العربية حظر نفط جديد على أمريكا زي ما حصل سنة 1973، ولكن معظم خططهم لتجنب الخطر ده فشلت. بس من 1973 لحد النهاردة مر أكتر من 47 سنة اتغير فيهم حاجات كتير جدا، وده يخلينا نسأل الآتي: هل أمريكا لسه لحد النهاردة محتاجة للنفط العربي زي ما كان الحال في أوائل السبعينات، ولا ما عادش يلزمها زي ما ترامب قال السنة اللي فاتت؟ إيه اللي هيحصل للاقتصاد والمواطن الأمريكي لو الدول العربية بطلت تبيع بترول لواشنطن لأي سبب؟ وإزاي أمريكا قدرت تبقى أكبر منتج للنفط في العالم في 2018؟ وقبل كل ده هو إيه اللي حصل أصلاً في 73؟ القرار العربي بفرض حظر نفطي على أمريكا وأوروبا ساعتها كانت إيه حيثياته؟ وإزاي القرار ده دخل الاقتصاد الأمريكي ساعتها في الحيط؟ ده جزء من اللي هنرغي فيه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا أشرف إبراهيم، ده المخبر الاقتصادي بلس. في 16 أكتوبر 1973 وزراء النفط التابعين للدول الأعضاء في منظمة الدول العربية المصدرة للنفط المعروفة باسم أوابك اجتمعوا مع بعض في مقر المنظمة بالكويت علشان يناقشوا إمكانية دعم مصر وسوريا في حرب 6 أكتوبر. وبعد اجتماع استمر ليومين، الحضور الكرام قرروا في 17 أكتوبر خفض إنتاجهم من النفط بنسبة لا تقل عن 5% كل شهر لحد ما يتم الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة، وهددوا كمان بقطع شحنات النفط بشكل كامل عن الدول اللي أسلحتها بتستخدم في الحرب ضد مصر وسوريا. والكلام طبعا كان عن أمريكا تحديدا. وضروري تاخد بالك إن أوابك غير أوبك. أوابك بتضم الدول العربية بس، أما أوبك فيها دول غير عربية كتير. المهم في نفس اليوم اللي هو 17 أكتوبر صدر قرار تاني مهم من الدول الخليجية الستة الأعضاء في منظمة أوبك، هو رفع سعر الخام العربي من 3 دولار للبرميل تقريبا ل 5.12 دولار للبرميل، يعني زودوا سعره بنسبة 70% مرة واحدة. ولما الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون طلب من الكونجرس في 19 أكتوبر 1973 الموافقة على مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار علشان تستخدم في الحرب ضد مصر وسوريا، الموضوع اتطور لحظر نفطي كامل على أمريكا. في كتابه سنوات الاضطراب الصادر سنة 1982 وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر بيحكي إن إدارة نيكسون في البداية ما أخدتش التهديد العربي بقطع امدادات النفط على محمل الجد، واعتبرته على حد تعبيره لفتة رمزية ملهاش أي تأثير يذكر. اللي كان مطمن الأمريكان هو إن كل اللي كانوا بيستوردوه من النفط العربي ساعتها كان 1.6 مليون برميل يوميا أول عن آخر، وده ما كانش بيمثل جزء كبير من حجم استهلاكهم في الوقت ده، واللي كان بيتجاوز 17 مليون برميل في اليوم. في ظرف أسابيع الاقتصاد العالمي بالكامل بدأ يعاني من تبعات القرار العربي بتقليل الإنتاج. دول غربية كتير تضررت من القرار ده، ولكن أنا هنا هركز على أمريكا بس. الأمريكان تفاجئوا إنهم حاسبينها غلط، وده باعتراف الرئيس الأمريكي نفسه بعد ما يقرب من 3 أسابيع من القرار العربي بحظر النفط. وتحديدا في مساء يوم 7 نوفمبر نيكسون عمل مؤتمر صحفي علشان يخاطب من خلاله الشعب الأمريكي الغضبان جدا من ارتفاع سعر البنزين، واللي كان بيقف في طوابير طويلة قدام محطات الوقود لحد الفجر وفي الآخر ما يلاقيهوش. المهم نيكسون في الخطاب ده قال للأمريكان: شوفوا بقى يا محترمين، دلوقتي في حرب في الشرق الأوسط والعرب قطعوا عننا النفط، وبسبب القرار ده وارداتنا من البترول هتقل بحوالي 2 مليون برميل يوميا مرة واحدة على نهاية الشهر اللي احنا فيه ده اللي هو شهر نوفمبر، وعلشان نخرج من الأزمة دي لازم كلنا نضحي ونستحمل بعضينا. واللي هنعمله كالتالي: أولا هنوقف خطط تحويل المصانع المضارة بالفحم إلى مصانع مضارة بالنفط. ثانيا هنقلل كمية الوقود المخصصة للطائرات
وده معناه إن عدد الرحلات الجوية هيقل بأكتر من 10%. أما تالت حاجة، هنقلل كميات وقود التدفئة اللي بتوصل للمنازل في الشتاء بنسبة 15%. أما بقى الحاجة الرابعة، ما تسوقوش على سرعة أكتر من 50 ميل في الساعة، وياريت كمان لو تركبوا المواصلات العامة. دي كانت عينة من الإجراءات اللي أعلن عنها نيكسو، واللي على حسب كلامه كانت هتوفر للبلد ما يعادل 2.35 مليون برميل يوميا. ولكن تأثير حظر النفط على الاقتصاد الأمريكي كان أكبر بكتير من أن يتم تلافيه أو تجنبه، وخصوصا بعد ما سعر النفط ارتفع 4 أضعاف في ظرف شهرين علشان يوصل ل 12 دولار للبرميل الواحد في يناير سنة 1974. بسبب الحظر النفطي، الاقتصاد الأمريكي انكمش بنسبة 2.5% ودخل في حالة ركود استمرت لحد سنة 1975. وخلال الفترة دي خسر الاقتصاد الأمريكي ما يقرب من 2.3 مليون وظيفة بحسب تقديرات مكتب إحصاءات العمل. وفي سنة 1974 التضخم زاد لأكتر من 11%. باختصار، أمريكا تعورت جامد بسبب قرار الحظر، واللي استمر لحد أواخر مارس سنة 1974. وعلشان كده عقدوا العزم إن اللي حصل ده مش هيتكرر تاني. وأول محاولة في الاتجاه ده كانت من خلال مشروع الاستقلال النفطي اللي أعلن عنه نيكسون في نوفمبر 1973، واللي سماه Project Independence، واللي من خلاله وعد الأمريكيين إنه على سنة 1980 هتكون بلدهم في غنى عن النفط الأجنبي. ولكن مشروع نيكسون ده كان محاولة فاشلة بامتياز. وسنة 1980 جت، وأمريكا كانت لسه بتستورد أكتر من 5 مليون برميل من النفط الأجنبي يوميا. نيكسون زي ما انتوا عارفين تنحى في أغسطس سنة 1974 على خلفية تورطه في فضيحة ووتر جيت، خد الشر وراح. المهم جه بعده جيرالد فورد، والراجل ده هو اللي أخد أول خطوة عملية حقيقية تقدر من خلالها أمريكا تحصن نفسها من التأثيرات السلبية لأي انقطاع في إمدادات البترول. والخطوة دي كانت إنشاء ما يعرف باسم Strategic Petroleum Reserve أو احتياط البترول الاستراتيجي في أواخر سنة 1975. والاحتياط الاستراتيجي ده يا جماعة ببساطة هو عبارة عن كميات كبيرة من البترول متخزنة في مجموعة من الكهوف الملحية الموجودة تحت الأرض على طول سواحل خليج تكساس ولوزيانا. والطاقة الاستيعابية القصوى للكهوف دي بتقترب من 714 مليون برميل. ولكن الاحتياط الاستراتيجي ده كان علشان حالات الطوارئ الشديدة بس. وبالتالي المشكلة الأساسية المتمثلة في ضعف الإنتاج الأمريكي وصغر حجمه بالمقارنة مع حجم الاستهلاك لسه ما اتحلتش. وده معناه إن أمريكا هتفضل تحت رحمة المنتجين الأجانب، وبالأخص المنتجين في الشرق الأوسط المتحكمين بشكل شبه كامل بالسوق. المهم، أمريكا فضلت على الحال ده من أول السبعينات لحد أواخر العقد الأول من الألفية الجديدة. الإنتاج بيقل والاستهلاك عمال يزيد. يعني في 2007 على سبيل المثال، الإنتاج الأمريكي من النفط الخام كان لا يتجاوز 5 مليون برميل يومياً، في حين أن الاستهلاك كان معدل 20 مليون برميل يومياً مرتاح. فجوة تقترب من 15 مليون برميل يوميا. الأمريكان ما كانش قدامهم حل غير إنهم يسدوها بالاستيراد. ولكن فجأة البلية لعبت مع الأمريكيين، والحظ ابتسم لهم أخيرا في 2011. السنة دي شهدت بداية ما تعرف بثورة النفط الصخري. واللي حصل ببساطة هو إن الشركات الأمريكية نجحت باستخدام عدد من التقنيات المبتكرة زي التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي إنها تستخرج كميات كبيرة من النفط من حقول النفط الصخري كان يصعب الوصول إليها أو استخراجها قبل كده. ودي كانت نقطة تحول. يعني لو بصيت على منحنى الإنتاج الأمريكي من النفط هتلاقيه واخد في وشه وعمال يطلع لفوق من 2011. الإنتاج فضل يزيد لحد ما قدرت أمريكا لأول مرة في تاريخها إنها تتخطى السعودية وروسيا في 2018 وتبقى أكبر منتج للنفط في العالم بإجمالي إنتاج يقترب من 11 مليون برميل في اليوم. وفي نفس الوقت مشتريات أمريكا من النفط الخليجي تراجعت جد. يعني في 2019 على سبيل المثال، أمريكا استوردت 879 ألف برميل يوميا من دول الخليج، ودي أقل كمية أمريكا استوردتها من الخليج من سنة 1987. كل ده شجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه يقول في يناير 2020 أن أمريكا ما عادتش محتاجة لنفط الشرق الأوسط.
بس هل الكلام اللي قاله ترامب ده صحيح؟ يعني هل أمريكا فعلا مش محتاجة لنفط الشرق الأوسط أو العربي على وجه التحديد؟ تعال نشوف مع بعض. أولا محدش يقدر ينكر أن اعتماد أمريكا على النفط العربي قل جدا في السنين الأخيرة. السعودية اللي هي أكبر منتج عربي للبترول كل اللي صدرته لأمريكا في ديسمبر اللي فات لا يتجاوز 111 ألف برميل في اليوم، وده رقم قليل جدا لما نقارنه بحجم الاستهلاك الأمريكي اللي بيتجاوز النهاردة 18 مليون برميل في اليوم. وبرضو لما نيجي نبص على أكبر موردي النفط الخام لأمريكا في 2019 مثلا هنلاقي إن كندا في المقدمة بنسبة 56% من إجمالي الواردات الأمريكية من النفط، بعدها المكسيك ب 9%، ثم السعودية ب 7%، ثم العراق ب 5%، وأخيرا كولومبيا ب 5% برضو. ولكن خليني أفاجئك وأقولك إنه حتى لو كانت صادرات الدول العربية من النفط لأمريكا بقت زيرو صفر يعني، فلا أمريكا ولا أي دولة في العالم تقدر تستغنى عنها، وده في الحقيقة راجع لسببين: واحد له علاقة بديناميكية سوق النفط العالمي، والتاني له علاقة بطبيعة قطاع النفط الأمريكي. وخلونا نبدأ بالأول. منطقة الشرق الأوسط يا جماعة هي حرفياً القلب النابض لصناعة النفط العالمية، والكلام هنا عن السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين وسوريا وإيران والعراق واليمن. العشر دول دول بيمتلكوا لوحدهم 48% من الاحتياطي العالمي من النفط الخام، وفي نفس الوقت منظمة أوبك اللي السعودية بتعتبر المتحكم الرئيسي في قرارها بتمتلك 80% تقريبا من الاحتياطي العالمي، وبتسيطر على 40% من الانتاج العالمي. وبالتالي دول الشرق الأوسط لها نفوذ قوي جدا على سوق النفط يخليها تقدر تمرجحه لفوق والتحت. واحد هيقول لي طب ايه علاقة أمريكا بالكلام ده؟ هقول له ببساطة سوق النفط العالمي سوق مفتوح، الأسعار بتتحدد فيه بالعرض والطلب، والكل بيشتري فيه بسعر اليوم، وبالتالي أي هزة ولو صغيرة في السوق بتسمع في العالم كله. يعني لو فرضنا بلد زي العراق قررت بكرة الصبح إنها تبطل تصدر نفط للهند، السوق ساعتها هيحصل فيه خلل على جانب العرض هيزود سعر النفط الخام، وفي نفس اليوم بالليل المواطن الأمريكي هيدفع سعر أعلى على البنزين اللي بيحطه في عربيته. ونروح بعيد ليه؟ في سبتمبر 2019 لما حصل هجوم على منشآت شركة أرامكو في السعودية، سعر البنزين في أمريكا ارتفع فوراً وسجل أعلى زيادة له في سنتين. وبالتالي حتى لو النفط العربي معظمه بيروح آسيا مش أمريكا، فده مش هيخلي أمريكا في منأى عن التأثر بغيابه. نيجي بقى للسبب الثاني والمتعلق بطبيعة صناعة النفط الأمريكية. أمريكا يا جماعة بتنتج النهاردة أكتر من 11 مليون برميل، واللي بينتج النفط ده كله شركات خاصة، الحكومة الأمريكية ملهاش أي سلطة حقيقية عليها. الشركات دي بتبيع النفط ومشتقاته للحكومة والمواطن الأمريكي بسعر السوق. يعني لو بلد زي فنزويلا فرقعت بكرة الصبح بومبا رفعت بيها سعر البرميل لـ200 دولار، الشركات الأمريكية اللي بتحب أمريكا هتبيعه للحكومة والمواطن بـ200 دولار برضو. على الناحية التانية تكلفة إنتاج النفط عند المنتجين الأمريكيين أعلى بكتير بالمقارنة مع المنتجين العرب. برميل النفط الصخري انتاجه بيكلف الامريكيين حوالي 30 دولار في افضل الاحوال، في حين ان انتاج نفس البرميل ما يكلفش شركة زي ارامكو اكتر من 2.8 دولار. يعني المنتجين العرب عندهم قدرة اكبر على تحمل انهيار الاسعار بالمقارنة مع المنتجين الامريكيين اللي 36 واحد منهم على الاقل اعلن افلاسه في الشهور الثمانية الاولى من 2020 بعد ما وصلت ديونهم ل 51 مليار دولار. ده معناه برضو ان امريكا مش بعيدة أبداً عن إيد منتج النفط العرب اللي عندهم قدرة لا يستهان بيها في التحكم بالأسعار سواء لفوق أو لتحت حتى لو هم مش المصدر الرئيسي لوارداتها النفطية. خلاصة الكلام، أمريكا ما عادتش معتمدة على النفط العربي زي زمان، ولكنها في نفس الوقت ما تقدرش تستحمل ألم غياب ولو جزء صغير منه من السوق. سوق النفط أوضة وصالة يا جماعة. أنا كده خلصت كلامي، ولكن كالعادة عندي سؤال لحضراتكم. برأيك هل ممكن الدول العربية تكرر تاني في المستقبل قطع البترول عن أمريكا؟ هتابع إجاباتكم كلها في التعليقات. وفي النهاية لو عجبتك الحلقة وحابب تشوفنا تاني اشترك في القناة واستنانا السبت الجاي في حلقة جديدة. سلام.